لوف يو، هاي القلوب كلها إلكم. وجيمر بغدادي يا عمري والله تسلمون يا غالين. شكرا. شنو نوعية ال شنو؟ انت اوه ثانك يو فهد الحاتمي. وفهد الحاتمي شكرا. شكرا. شو اسمه عندك شنو شنو؟ كنت تبين جبن حق عدنان من العراق. جبن عرب نسميه، في عندنا جبن عراقي. قلبي مثله. شكرا جزيلا، ثانك يو فيري ماتش. شوف اني كل قلب لكم. شكرا. ايوه شكرا. ثانك يو ثانك يو. شكرا. كنت الله يرحمه ابو عدنان يحب الجبن العرب. ايه عندنا جبن بالعراق اسمه جبن عرب، جبن ابيض مجرف. اوكي. فهذا يعني حصريا عندنا. فكنت اجيبه حريصة انه اجيبه كل فترة. علما اجى يعني بالكويت في مطعم عراقي ايضا كان يجيب لنا اياه. اوكي. بس بعد الله يرحمه. الحين ما تجيبينه؟ ما عندنا نجيبه الحين. جيبيني اياه خليني اشوف وش كان ياكل من وراي. العمر شنو كان ياكل من وراي. حياتي. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.